إلى تقرير اليوم، تقرير جدا جميل ومبادرة من ابنة تحديدا اسمها روان بخاري. روان يعني قامت بمبادرة جدا جميلة لوالدها، والدها كان بيشتغل على بسطة بليلة وتعب 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 لين نجح وجمع مبلغ مالي عشان يفتح فيه محل لبيع البليلة. والبليلة يعني بليلة يعني ما أعرف إيش أقول عن البليلة صراحة. فروان كدعم كنوع من الدعم لوالدها راحت على تويتر وقالت للناس لازم تزوروا والدي في محله الجديد، لأنه أخيرا افتتح محل لبيع البليلة وقدر بعد تعب وصبر سنين أنه يوصل لهذا المحل. وطبعا وصلت ترند ولازم ساعة شباب تكون موجودة في هذا المحل. خلونا نروح نشوف التقرير ونرجع لكم. من بسطة صغيرة تحولت لمحل، سعى العم بخاري لأجل تحقيق حلمه ليكسب المال ويفعل ما يحب. الحاج بخاري لم يحصد فقط مالا ليبدأ به العمل ويرزقه الله هذا المحل الكبير، لكن كسب فخر أبنائه الستة الذين سعوا أيضا للوقوف بجوار أبيهم ونشر صوره وهو يعمل بالمحل مصدقين على مجهوده. فقد نشرت ابنته روان قصته على التويتر. الحقيقة ما توقعت يعني حتى ولا ربع هذه التغريدة انه ممكن تأثر يعني بالطريقة دي، لكن لقيت فرق كبير بعد ما غردت جزاها الله خير بنتي. ثاني يوم السوق اختلف كليا تقريبا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب نقول ايش سبب نشر التغريدة هذه؟ ليش نشرتها؟ انا عارف هي نشرتها كانت دائما تيجي وتشوفني كذا يعني ما في تعبان ابوها وما في زباين ومش عارف ايه، فجات يوم سبحان الله صدفة وشافت كذا يعني وصورت ونزل من عندها التعبير الكلمات هذه سبحان الله اللي كانت ايش لها اثر في هذا المجتمع الطيب الحمد لله. وجاءت ردود الأفعال كبيرة وقوية ومثيرة بوقفة الأبناء بجوار أبيهم وقدرة الأب على تحقيق ما كان يحلم به مهما كلفه الأمر. لما حطيتها ما كانت قصدي إنه دعاية ولا شيء، حتى المحل فتح قبلها بأسبوعين وأخواني وأمي كلهم زاروا المحل وأنا ما زرت، ما صار لي يعني فرصة إني أزور المحل، فقررت كذا فجأة إنه أجي وجيت وشفت أبوي يعني لحاله، حزنت عليه يعني إنه ما في أحد ولا شيء، فقلت في نفس اللحظة يعني صورت وأنا خارجة كمان صورت يعني قلت خليني يعني أسوي يعني على الأقل يعني، لأنه ما حطيت مكان ولا أي مكان تاني في السوشيال ميديا، فحطيت في تويتر وكتبت يعني وحطيت الجوال، يعني ما توقعت أبدا هذه الكمية تجي، وطلبت يعني قليل من صحباتي إنه يعملوا ريتويت زي كذا ويردوا يعني، فانصدمت يعني ما عدت ساعة إلا يعني مرة عدد كبير هائل جداً.